اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إن ذو قويس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشتقين نهضرت في اللس وثيد نساود وثيد نعود ما دام على قيد الحياة تري لبنادم أثي تسوي دائما ذي المخلص باش هذي عقر بليل العبادة إمدي شو خلق هاي ثمثل ما كدرنا ذي المعاني ذي المعنى ذي المعاني نتسع الأيق معناه خلق ذي يعفذيه باش هذي يعفذ خلق ذي العفذيه باش أذي لي غير طرفه باش أذي عيش غير الجانبين باش أذي عيش الجهة من سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى. سيدي ربي سبحانه وتعالى غادي خيقن يعبد باش هذه عيش غير غرس يصرى ماشي مي يتدي والله باش هذه عيش غير غرس. هذا خطر العبد الضعيف بقرد وخلق الانسان ضعيفا والانسان ضعيف ثم الضعف اليس عون العبد اذا قد اثنى عقل بلي الضعف امام الزث نفسي من بنادم يغار يسعى الضعف. ما الانسان ضعيف ضعيف الزث نفسي ديالو ما ذاك اللي يوخر في الجانب ان سيدي ربي اتشتغل الفرصة تنفسي ثنينس وذي تغلغل ذك الشيطان يتبع عن تنفسي سذي فغل بعيد عن جور بيجي المؤمن غير جهنم. ذي كيف يدي قروا خلق الإنسان ضعيفا إذن الإنسان مري اللي يستعرف الضعف نس ذا شو في السنة ذي الضعيف السنة ذي الضعيف باش أديش في ذي القوة ولكن ما ليس عايش العبد غير سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أديش في ذي القوة ينس غير سيدي ربي. إنسان ضعيف أديش في ذي القوة ينس غير سيدي ربي. الإنسان يلوز أديش في ثوات غير سيدي ربي. الإنسان الفقير أديش في ذي الغنى ينس غير سيدي ربي. المعنى ينس العبد دائما وابدا الذي يتسوي داخل المخيس باللي انت ضعيف انسان ضعيف باش الانسان الذي دائما ضعيف دائما متواضع دائما الذي يصب بما يستوي غاشي باش هذه يسعوا هذه يسعوا المعامله العاليه يسالي يربح القوه اللي غنسي دار بخاطر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى انك الى قصير الضعيف على قصير الضعيف كاين خلق الضعيف ملك الضعيف على العيب هذه على خاطر شتيني مالكين مالي الا كان غير كيشغفن غنعمل اتشتكي ضر وين تخلق لي عبد الا الخلق الا الخالق الا الخلق ذو الخلق سيدي ربي غير دقيق مره اوك ذو الخلق سيدي عباد الحيوان ذو الجماد ذو النبات كل شيء ذو الخلق ولكن الخالق سيدي ربي سيدي دقيق للخلق اذا ما تفض اكور زاد الخلق اي مر عند اثر ويض اثر ويض الخالق في دقيقه اذا انت راكي من عن راكي من عن ذي البلان الخلقين ذي الظلم الخلقين كما مثلا ذي اذا الضعف في دقيق سيد ربي سبحانه وتعالى يعرف ذيس يقدر ان اقرب لي يتسد دائما لصالحه يتسد المنفعين المنفعين خطر الضعف نينس يتقرب يتغر سيد ربي وسيد ربي يتحامد ولكن الانسان ماذا قال ويستعفرس الضعف نينس استعرف رأس أن كني هكني كني ولا شو بدي كني جن كج مقارن السمغر السمغر مانيس أن درت فوق مثل تنينس سيد ربي سبحانه وتعالى ذي اسمه قد يعرف ذي دقيق الضعيف أثنى يري مانيس مقار يري مانيس يجهد أم كيف خذ أم كيف درت فوق مثل تنين سيد ربي فين الصرارة يعرف ذي من بعد الجهاد أن يعدي الزين في لسه تغضي أكملت مثل أرير بحد الدنيا خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين هذه خسر الدنيا هذه خسر هذه خسر الآخر كان يقول مثلا ضعيف الانسان ضعيف امام نفسه زث نفسه ادم عليه السلام ذا شي تدي شوف غندي جنت تنفسي ثنين ان السيد ربي سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين من بعد الشيطان يقوثي تشذي التجراني من بعد السنة عند تفوق مسلتي شوف غادي تدي جنت فرعون عليه لعنه الله سي القوه ينس سي القوه لا يرد القوه يجدي في كسيد ربي سبحانه وتعالى يغرض الجبار ديال القاعه لا إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين يسينا يسيدنا موسى إن يسير كون أتجعل أتسعود كرنا الرب قذيلي ونغل إله قذيلي وإن يسير أذك حبسة وسيد ربي يصغر قدس القوة لينس لذي مثل البحر قارون يثمثن عليه لعنة الله يتجبر ويتقوى السعاية يزدف كسيد ربي خزرت كان أي مثل يونس القوة يونس الشيخ يونس المسنين يونس دونر وإن يغرق سيد ربي ستموسنين على خطر ما تساعد ثموسنين أتستعلق ثموسنين غير سيدي ربي
ما ساعدتم سايف الفهمة سايف خلق سيد ربي سبحانه وتعالى يعقي أم زوارهم أدقر ذا ذخي الخطر إنك إلى قد سيد ربي خطر ثغريض شو واش في ثغريض ثغريض في الجسة العبد خم مروين دقيقة الجسان العبد ثغريض في القاع خم مروين دقيقة القاع ثغريض في الأسترونومي أتخم مروين دقيقة أقول تزيري دواقور قطيش ولكن ماذا قلت لك تشيني ذني ذا سنكين ولا شو يدي كان نية وشو يدي كان نية تسمو سنين غادي زين غفافيش تسمو سنين آفي غضر أي مثل إذن قارون يخص سيدي ربي فلاس يقع شنو هذا خطر ينيس انما اوتيته على علم ينيس كثير دي يقول ماشي ضربي يدي فكان كثير دي يقول جدار عينه خزف اي مثلا مالي العبد القوه غرغرس من بعد يخلق قد الكبر يخلق قد العجب يخلق قد الصحه الدريه شتمو سنين ما كنقرا كنكون نفس الكتاف بعد الشقق غطيني يعني وما قلت باقي نظام ما يختص لي ربي الخالق سبحانه وتعالى وتخدم ضرر وتخدم ضرر العمل الصالح العمل الصالح تخدم هادي فرندق مي ناخدم شوفوسيك ما يختص لي ربي الخالق سبحانه وتعالى وتخدم حاشا ما يوفقك سيدي ربي ماذا قلت لا تقولي اكيد توفيق قرنك العلماء والجزاء سيئه سيئه مثلها ماذا قلت يخدم العبد الانسان يخدم ذي الحسنه أتوفق سيدي ربي ما تخدم الحسنه النظر الحسنه بعد الحسنه بعد الحسنه بعد الحسنه حاشا ما يجند ولكن الانسان يخدم السيئه اللي بعيد عن جربي يجي مؤمنين ويتستوفر افيد يعاقب سيدي ربي شواشو السيئه اللي غادي يخدم من بعد السيئه اللي غادي يخدم بعد السيئه اللي غادي يخدم حاشا ما قالت تشور اللي بعيد عن جربي يجي مؤمنين الحيله النينس اي مثل اذا سيدنا ابراهيم الخليل ام كي داش ام كي سينا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام الناس سيدي ربي جعل أمكان كيما داك نيك فينا كان سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم فينا خم الكعبة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ذي سنية سن إذ إرفذن لبني الكعبة إذ أسقر سيدي ربي جعل أمكان كذا أمكان الآمن وحق الحمد لله يفكز سيدي ربي الآمن ويفكز ربي الرزق قد يصرحوا ذي بكل مكان يقال أمكد يقال إنيس هو جنوبني وبني أن نعبد الأصنام إنيس سيدي ربي يقول كذا أخذ جل أمن كيني غمر وما نعبد الأصنام بورتال نسى ذني عبد نشوفوا سيش ذني عبد ذني خزر ذو الحال ما كان خدم لك ذين يخدم العبد ولكن يتسجل سيدي ربي ما ذوضاك أروكنا المعنى ينس أسيدي ربي هزم ثاني في سيدي والتغل استغل اللي فارف اللي باش هذه تستوضع العبد الاصنام السيد ربي كاين له زمر غالي في السيدي كان يجي زمر غادي تقهر ماذا قال لي ما يخطي شي حاجه السيد ريت السيد خاطر في مثلا سيدنا سليمان عليه السلام كي دينا يقرس فتبسم ضاحكا من قولها يتصدصم قويه كان النمل النيا حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها بعد يتصدصم سيكني صدق سيدي ربي سمع الناس المسيسية فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل سمادين أوزعني معناه ألهمني معناه أوصلني إلى هذا المستوى المستوى يرخى بغل العمل الصالح أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ربي وفقين أخذ بغل العمل الصالح باش ترضى ذيسي إذن ذشوت الإنسان كينين كان إذنك أنا أتصل لبو صلنا يدورنا كنا نيدي سكنينا كنا الشرق ذي الغرب تدور كان يزد سكنية روك الشرق ذي الغرب ذشوت نعم تسكن سيدة يزد سكن الشرق أصلي تسكن ذي الغرب الغرب أصلي تسكن الشرق ما الإنسان ميك تسكن في العقلس أثي ورجه النما يتسكن في الجسين في الجهاد ينس الجهاد ستورجه النما يتسكن في الدريا ينس الدريا ستورجه النما واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة إذا الإنسان ولكن ماذا قلت تشكيضة سيدي ربي سبحانه وتعالى أركض فوق العقل أرض ضعفه أرض فقره أرض فقضي وفريد أرض شمال جهنم أكي هو سيدي ربي غرر رحمين بفضل الله وبرحمته يعني إذن أنستقي مرة أنظر بلين سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى برحمته الواسعة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صار رحمن سيدي ربي يسين خدم العمل الصالح ماشي اشي من الا العبد يكشفن الغروق يكشف هذا اي انسان تعيش في مرض الجزائر سمشطوح سمقران سكواس كامل ولكن ديت سكر اربعه فراك كي الجماعه ثاني ديت سكر اربعه فراك وزميره ثاني ديت كي الجماعه اشي انا اذا انت شنو معنى تمثلت العبد ذا فيس يقرا سيدي ربي سبحانه وتعالى
ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وركت الجارد أكي يعجب الشيء نسعان غدر يعني نسعان سيدي ربثني عاد شفي يسلي الدنيا ثم عاد شفي يسلي الأخر. إذن ما تخدمه العمل الصالح ما ثلث تخدمه الخير، تخدمه الخير لوالدينيك، تخدمه الخير لجيرانيك، تخدمه الخير للدشرة، تجاب يعذي تجد يحقيك، تشوف غدين دي الناس سيدي ربي تخدمه كوين الهان إلا قاس حمد سيدي ربي ثم زوارو تنسكي الصوت تخدمه العمل الصالح. السنة ذا ربي تجيل كوفري ذاك على خاطر ذا فريد يستاذ حنوينا ذا فريد يقد يغاي العين صار الخير يا ريك في دار وخامي، العين صار الخير مره يا ريك في دار وخامي. اذا ما فخم ذا الحاجه العين احمد سيدي ربي تشكر، ولكن ماذا قال لي نسرق دو وي قينوني هرا ناي لك نفخم ذا قوين اري شنوغني يعاود يقربنا يبعد غسر يا سيدي ربي امشي كي جات خدم الشغويني على خطر الساستيد وكيضي ما سيدي ربي، ولكن ماذا قلت خدمت يجاك خدمت باش هذاك يعاقب سيك الساستيد. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. اذا اكيد مثلا اذا ثنفسي تلعب ثنفسي تلعب سجنك صوضا ارمينك نقص الايمان ديا هذا كيف مثلا من ذا شون اكسنقصن الايمان ذي العبد نغش اشي تكسن قضايا الايمان تنفسي ثنيت. الرسول صلى الله عليه وسلم كي دينا يناد يفكي ديوث النظرية تسكك جمعا اينك سنقصن يعبد الايمان مرة وتسكين يقوين اياك يدونو درك كذي يعيف ذا قير بعيد غنجر بيج المؤمنين لسيدي شان دي جهنم ذا نشتكين ذا يقين دينا كوش بيحن النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتي إن أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمل. إند الخوف أكو إن يقذغ في الأمة في الأمين إند ذثب على ذثب عن الهوى إند أكو طول الأمل دنشدو معناه يعني ما دنا كطول الأمل إنسان يتم تسثره ودي قرأكو يمد ذي خطر يساكو يزمد يشبقى يكو يعفذ تم تسثن أهد سفعي مليار نقل أن لعفذ الدوني ثم حاشا نسوي دي قرأن واحدس أذروح نكو مرة ويجي مرة كذروح نكام الحاجة وعن سيدي قرأم تم تسثن سينين تم تسثن خطر الشيطان سينيك شيء مثل يموحاي أذكرت سعادة أتجد تصرف ذلك كرت عثف ذلك يروح وركت سمنت وركت شهد لا إله إلا محمد رسول الله ما شذك ثغي الصح ويعرف ذلك أنه مثل بلا شهادة أري مثلا جربين جي مؤمنين مثل إذن وقيت طول الأمل ما سيقار خزرت كان يعرف ذلك مسثرة البعيد ذا شاث يكفون ما يعرف ذلك مسثرة ذا شاث يكفون وذكفوا إذن هذه مثلخي الخدمة هذه مثلخي ذخي قجمع هذه مثلخي البعيد عن جربين جي المؤمنين ذخي الدنيا. إذن إن أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمل. أنستقيني السيدي اتباع الهوى الهوى يجي ما تتبع الهوى العبد الهوى السفغي وبرين يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أكي السفغي وبرين سيد ربي ما ذكرت تبع الهوى كي السفغي وبرين سيد ربي، ولكن طول الأمل إثتشو الأخير بابيش وديش مكتير اكو يا خرف اكو ديش اكو ديش مكتير اخر ديوني عاد ودي قيم وراك ودي حركو تحرك ريس هذا ما يقريش ديون وزرنا نقصيني صوره نسيك تحرك، ولكن داش يدينا انك على ود الكار دي قاعه على ود القدر الكاريون دي قاعه باش هاد الشيء ناتا يا خرف الا وهي الا وهي الا وهي الا وهي الا وهي وزر بلي ندي تدو على خاطر شي انيس الشيطان يريس يموت على الدفير ينسو تمتثر أكد ثبوت تهيغب من جامعة مضو كسو ذي ويه. إذن يتسارس الوقي مقرن البعيد غير جربين جي المؤمنين طول الأمل إلي يون ننادق ذايا الثموسني الثموسني الشفغن البعيد غير جربين جي المؤمنين الشفغن الجهنمة ند فرعون الشفغة القوين الجهنمة قارون الشفغة المدينة الجهنمة يقرد إلي يون دي بني إسرائيل يتوي تتسيق رب الخلق سبحانه وتعالى سورة الأعراف يقرد واتلو عليه من نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وقف كيس ربي تموسني مشيت الشيء مشيت كرمي تموسني شيف كاسي ربي واتلو عليهم النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقنا ليوني عبدي الذي بني إسرائيل فارس قد سيد ربي ثموسني ثم قرحات، ولكن اسمين دفاع سيد ربي يون في من الأنبياء لأنه ذي قرن سيدنا موسى عليه السلام، ولكن ثموسني نغيك ساكن يتجبر ثموسني نشوك ساكن ثموسني كي دفاع ثموسني يجيين كيني ويقفير نفين نغني يقفن ساكن على دفاع إكس مزد الشيطان دي الجانب أخزا
بزاف كان يتمثل من بعد قرض اتيناه ايتين فانسلخ منها ما دين الانسلخ اما كان هذاك الصدق كان يجي مر العيد ما تزود اتي ديك الصدق يقوي من نيس يتسمى تشوك سكوفري لا ما يقول هذا خرج قوري مي فقد ديفينيتيفمون يدي فقد اخي وتساوى هذا الذي يغي فانسلخ منها يقرض فاتبعه الشيطان سبحان الخالق الدقار فاتبعه الشيطان معناه ذكي ماشي ودي نرد فتبعه الشيطان فاتبعه الشيطان قرد فاتبعه الشيطان ثلا ذكي يوث الهمزة إلا نقبل الفعل المعنى استقيت تتعدى إلى مفعول اتبعه الشيطان ذش معناه يستفع الشيطان ماشي ذا فعادي ذبع يستفع الشيطان ذشو يسي يستفع الشيطان فاتبعه الشيطان يستفع الهوى وطول الأمل ذا نستقيت دون درك يستفعس الهوى ذا قديه دون الزفق ذي قمنا نستقيت يستفعس الهوى من بعد اختصرت كان ثلاثة المراحل البعيدة عن جور بيجي مؤمنين اقلان دقيا يقرد فاتبعه الشيطان يستفعس الهوى الهوى ينس اتبعي الذفير من بعد ما تكشم الهوى اني غير دخل السنينس تغلغل دخل السنينس دخل المخيش ثغل لعف ذنيس يكمانيش يغيدي هوى كيف مثلا اسمين قلت شو استعمر ذي السنينس الهوانينس من بعد الهوانينس ثغيث قدم ارزاف قدم ثغيث انسى ذي تسجدين من بعد اتبعت الفير كيف مثلا يقرد فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه من بعد في الاخير نتيجي الدفعن من بعد خزارت كنا من بعد تبزور ذي استفعس من بعد تغلغل ذي الصورينس من بعد بريث الزوار الزادز انت واتبع هوا خزارت كان يعني إذ مثلا انشتاقيني مرة أكو ذا انشتاقي شي صرحونك ويعيب ذي ندوني ثمرة أكو ما غد يفكشي ذي ربيون المثل ذي القرآن الكريم يفكي يخيد يفكي ذي النظرية يخيد يفكي أكي غاث فغاك العيب لا كلا لعب ذيك ثبان الهوى ينش مرة ما ذي فغر ويقيم أنا ما ذي سمرة يفنو العمر ندوني إذن اتباع الهوى وطول الأمل ذي وقيني ذي السلاحيك ساعة الشيطان سويقين يسيك السفوغ العبد الخسارة ذي الدونيث إغي السفوغ البعيد غن جربين جي المؤمنين غر جهنم غر جهنم شحال لعيب ذيك يدي كرن ذي المؤمنين وغن بالكفار ذن ديه شحال لعيب ذيك فغن يكفغني وفريد مرة ذي نسل ذي خبارات نزر قوين يقلن ذي الدونيث مالي ذي العبد يكشم ذي البعيد غن جربين جي المؤمنين قوين يقربين ذي الشغال ذي السيئة سيئة بعد سيئة سيئة بعد سيئة سيئة بعد سيئة أثي السفا حاش ماذا قلنا يبعد غنجر بيجي مؤمنين يفغ الدين وما يفغ العبد الدين ده شو المصيبة غير ينتقل خطر الدنيا تشفكك في عيبات ولكن دي خرف مريينا مريوض العبد أردينا الشدة أريا فايد مثلا تسكي كان يدر المصيبة غير من المصائب مرة أو تشوف غنى في الدين سيدي ربي أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.